بحث على الأسباب اللي أدت إلى حدث الانقلاب. أسباب عديدة، أولها غياب إجماع وطني حول مشروع وطني يمكن أن يعبأ وراءه التونسيون ويكون ضمن توافق عام. هذا كان ثغرة في المشهد السياسي في العام. السبب الثاني هو أن الأطراف السياسية التي تولت إدارة الشأن العام بعد الثورة أعطت الأولوية للمسألة السياسية مقابل هضم جانب المسألة الاجتماعية الاقتصادية. السبب الثالث وهو مهم جدا جدا هو أنه عقلية للأسف الشديد الإقصاء وعدم الاعتراف بالآخر وضعف ثقافة الاختلاف والتنوع أدى إلى احتدام الصراع بين الأطراف السياسية مما أضعف المشهد العام وأضعف الدولة. السبب الآخر هو أن التونسيين جميعا وتقدمهم النخبة وتتقدمهم الأحزاب السياسية ما زالوا حديثي عهد بالممارسة السياسية، لأنه لا نستطيع أن نتحدث عن العمل السياسي في أوضاع استبدادية كالتي خلت زمن بورقيبة وبن علي ربي يرحمه. يعني قضى التونسيون ضمن تقليد واحد اللي هو حزب الواحد الصوت الواحد، وكل القوى التي جاءت بعد الثورة وتولت الشأن العام لم تكن لها تجربة في العمل السياسي بصفة عامة، وحتى قيمة التعايش ومبدأ التعايش المشترك كان الحقيقة ضعيف برشا. أنا نتذكر بعد ما تم انتخاب المجلس التأسيسي تعالت أصوات من هنا وهناك اللي احنا لن نقبل بالعمل في الحكومة وإنما سنكون في المعارضة، والحال أن الفترة التأسيسية لا تحتمل التقابل التقليدي بين السلطة ومعارضة. كان يفترض أن يهب الجميع كل القوى الاجتماعية والسياسية والمدنية نحو مشروع واحد للتأسيس، ولكن للأسف الشديد بدأ خط التقسيم منذ البداية وهو ما أثر فيما بعد على مجريات العمل. تقريبا هذه الأسباب. لكن 10 سنين ما كانتش كفيلة بتأسيس ثقافة ديمقراطية وعي ديمقراطي يخلينا نقبل بالعيش المشترك وننبذ الإقصاء وننكب على هذا المشروع الوطني البديل. للأسف الشديد لم تكن كافية 10 سنوات. أنا لو نقوم بعملية جرد ودراسة للخطاب كيف كان مشحون في التخاطب بين الأطراف السياسية والفاعلين بوجه عام سواء كان المدنيين والاجتماعيين ولا حتى الإعلاميين، كان مشحون بمفردات الإقصاء ومفردات العفو على العبارة الحقد ومفردات العداء الإيديولوجي بشكل كبير جدا. لم تكن تلك الأجواء تسمح بإقامة أرضية هادئة وصلبة يمكن أن نبني عليه. في العلم ديكارت يقول لا سيونس فو دو كالم، ومن باب أولى أن المقولة هذه تنسحب على العمل السياسي وعلى العمل الشأن العام. كنا في حاجة إلى هدنة اجتماعية عامة وهو ما لم يتوفر، كنا في حاجة إلى تهدئة وهو ما لم يتوفر، كنا في حاجة إلى مصالحة وطنية وهو ما لم يتوفر، كنا في حاجة إلى أن يجتمع التونسيون جميعا للتأسيس الجديد، ولكن للأسف الشديد هذا لم يحصل، وأسبابه عديدة بالأساس أسباب إيديولوجية وسياسية وما إلى ذلك.